ينضم إلينا السيد خليل جهشان مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من واشنطن، أهلا وسهلا بك. ما اليوم الجميع سيد خليل يتحدث عن زيارة مدير CIA للدوحة وماذا سينتج عنها، ما الذي حمله برأيك معه إلى هنا، وهل سينتج عن ذلك تفاوض على وقف إطلاق شام؟ أعتقد ذلك. في الواقع أجندة هذه الزيارة محدودة نوعا ما، تتعلق في المزيد من التنسيق، ضرورة هذا التنسيق خصوصا بعد أن تم تمديد فترة الاستراحة الحالية، لأن الإدارة بدأت تفكر فيما بعد. يعني أغلب الأنظار الآن تتحول أو تركز على يومين إضافيين من التمديد. الإدارة تفكر في الواقع فيما بعد هذه الفترة. أولا، الهدف الأول عدم تجديد القتال كما شاهدنا في الأسابيع الماضية في شمال القطاع، إلى انتقال هذا القتال إلى الجنوب، خصوصا في ظل تواجد أعداد كبيرة جدا من المبعدين أو اللاجئين الفلسطينيين في جنوب القطاع. يعني أكثر من 75% في الواقع من سكان القطاع لجأوا إلى الجنوب، وتجديد الاقتتال في هذه المنطقة سيكون له بعد إنساني بشع جدا في الواقع وخطير، وتريد الإدارة أن تتفادى هذا إذا أمكن. ثانيا، تريد الإدارة الدخول في إمكانية تمديد الاتفاق الحالي مرة أخرى، فمن هنا جاءت هذه الزيارة وهذا التنسيق. يعني هل إسرائيل برأيك سيد خليل جاهزة في هذه المرحلة بالتحديد للحديث عن أي تهدئة طويلة الأمد أو اتفاق يعني ينهي هذه الحرب دون التوصل إلى أي من الأهداف التي أعلنت عنها في بداية هذه المعركة؟ لا أعتقد ذلك. هذا سيكون صعب جدا على الحكومة الإسرائيلية، حكومة نتنياهو داخليا، لتبرير مثل هذه الخطوة. ولكن في نفس الوقت الحكومة الإسرائيلية عرضة للضغوط الداخلية والخارجية، وطبعا كما شاهدنا خلال الأسابيع القليلة الماضية تجاوبت مع هذه الضغوط. الحكومة الإسرائيلية لن تفعل أي شيء إن لم يكن يصب في صالحها، وما شكل فلذلك هذا الضغط الأمريكي الذي يمارس الآن؟ هل هو ضغط فعلا حقيقي؟ ضغط حقيقي ولكنه محدود. يعني الإدارة الأمريكية حتى الآن أبدت وجهة نظرها في هذا الصراع. أغلب الأحيان إسرائيل لم تلتزم بوجهة النظر هذه ولم تأخذها بعين الاعتبار، ولكن طبعا لا تستطيع أن تقول لا، فدائما إسرائيل تقول نعم، يعني ترفض الطلب الرئيسي ولكن تقبل يعني فتات من التنازلات للطرف الفلسطيني. طيب الآن هناك حديث يعني عن اجتياح بري إسرائيلي محتمل لمناطق جنوب قطاع غزة، وهذا أصلا بدأ الحديث عنه حتى قبل الإعلان عن صحيح. تهدئة الأيام الأربعة. يعني ما وجهة نظر الولايات المتحدة فيما يتعلق بهذه النقطة بالتحديد؟ وجهة نظر الولايات المتحدة ما زالت غامضة بصراحة، وما زالت يعني في نفس المأزق التي عانت منه قبل الهدنة التي شاهدناها خلال الأيام الخمس الماضية. بمعنى أن الإدارة، البيت الأبيض، الرئيس بايدن ما زالوا ملتزمين بحق إسرائيل في الرد، وأن إسرائيل لم تكمل أهدافها. ولكن السؤال هو ما هو الهدف اليوم؟ لأنه الهدف يعني غير ثابت، الهدف تغير. كان هناك هدف آخر قبل 5 أسابيع، وكان هناك هدف آخر قبل 5 أيام من الهدف الحالي، فهي ما زالت مصممة أن تعطي إسرائيل الحق كما تسميه في الدفاع عن نفسها، ولكن هذا ليس دفاع بصراحة، هو هجوم وتطهير عرقي أكثر مما هو دفاع عن النفس. ولكن في نفس الوقت لا تريد لهذه الأزمة أن تستمر طويلا،
أو أن تتسع رقعتها في المطار. لماذا كل هذا الحرص الأمريكي الذي يزداد على فكرة مع يعني توسع رقعة القتال، وأيضا مع مرور عدد يعني من الأيام أو إطالة أمد هذه الحرب، أو يتغير أو يتراجع الموقف الأمريكي؟ ولكن برأيك لماذا؟ ما هي المخاوف الأمريكية؟ وهل يعني من الممكن أن نصل إلى مرحلة إلى أن تضغط فعلا الولايات المتحدة بوقف هذه الحرب تماما؟ هناك تخوف وحيد بصراحة، وهو عدم دخول، من وجهة نظر أمريكية، عدم دخول الولايات المتحدة كشريك، كطرف رئيسي في هذا النزاع. فهي متخوفة جدا من نجاح نتنياهو في جرها إلى حرب إقليمية تضر بمصالحها، ولا تريد الولايات المتحدة أن تدخل فيها. وفي الواقع هي غير مهيئة للدخول فيها، لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا عسكريا. فلذلك تفادي توسيع حلقة الحرب ما زال منذ البداية هدف أساسي لهذه الإدارة. ولكن في نفس الوقت كما قلنا هناك تناقض جوهري وموضوعي في الموقف الأمريكي، لأنها يعني تريد تحقيق هدفين متناقضين في نفس الوقت، وماذا عن إعطاء الضغط إسرائيل الداخلي الفرصة. أيضا سيد خليل؟ الضغط الداخلي موجود، ما زال يتنامى، ولكن لم يصل بعد إلى مستوى التأثير على الموقف الأمريكي، سوى ازدياد نوعا ما الحساسية لوجود معارضة، إن كان شعبية أو إن كان داخل الكونغرس الأمريكي، ولكنها لم تصل بعد إلى مستوى كأزمة يعني من شأنها أن تؤثر على الموقف الأمريكي وتغير جذريا. يعني في بداية هذه الحرب كان هناك عدد من الطروحات نشرتها صحف أجنبية عن شكل الحكم ما بعد، أو شكل اليوم التالي بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة. هل تطور هذا المشهد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟ هل تبلورت وجهة نظر ما لشكل هذا اليوم، اليوم التالي بعد الحرب؟ لا أعتقد ذلك. في الواقع كل هذا الكلام قد توقف نسبيا، ما زال موجود كبديل سياسي في المستقبل، ولكن بعد هذا الحديث الذي أشرت إليه قبل أسبوعين مثلا، الآن التركيز هو على الوضع الحالي أكثر مما هو على اليوم فيما بعد وقف إطلاق النار. شكرا جزيلا خليل جهشان، مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كنت معنا من